أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحسنت، فتح الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الكرام، فهذا هو ثاني مجالس مقاصد الصيام التي ابتدأت في مجلس البارحة بالحديث عن مقدمات ذكرنا فيها أهمية هذا الباب من العلم، أعني المقاصد، وأن مقاصد العبادات جزء مهم مكمل لفقه الأحكام الشرعية، وأن العبادة كلما عظم وزنها في الشريعة عظمت مقاصدها في الإسلام، وبقدر عناية العبد بتحقيق المقاصد
جنبا إلى جنب مع تحقيقه لأحكام العبادة، فإنه يتحصل له بمجموع الأمرين كمال العبودية لله وتمام الامتثال، فضلا عن التلذذ بالعبادة وحصول أثرها في حياة العباد. كل ذلك تقدم في مجلس البارحة. لنبدأ اليوم الشروع في ذكر مقاصد الصيام. وألمحت البارحة يا كرام أن المقاصد المتعلقة بفريضة الصيام تنقسم إلى قسمين، أحدهما مقصد أكبر كلي في الصيام وهو تحقيق التقوى، والمقاصد الأخرى أو النوع الآخر هو المقاصد الجزئية وهي دون هذا المقصد، إما مندرجة فيه وإما هي في الطريق إليه. وسنجعل مجلس الليلة إن شاء الله ومجلس الغد للحديث عن هذا المقصد الأكبر وهو التقوى. في الآيات التي استمعنا إليها قبل قليل وهي آيات الصيام في سورة البقرة تلحظون شيئا مهما. افتتحت الآيات بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وختمت آيات الصيام بقول الله سبحانه: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أخبروني الآن، هل كان هذا موافقة لا معنى لها في كتاب الله الكريم؟ حاشا. إذن ما معنى أن تفتتح آيات الصيام في سورة البقرة بآية خاتمتها ذكر التقوى، ويختتم سياق الصيام أيضا بآية خاتمتها ذكر التقوى، ثم تأتي أحكام الصيام مبثوثة بين هاتين الآيتين كأنما يقال لكم: أيها المسلمون اجعلوا صيامكم في الإسلام محفوفا بالتقوى. هي التقوى إذن مقصد الصيام الأكبر الأعظم، وفيه تتحقق أمور كثيرة. فسنجعل مجلس الليلة إن شاء الله تعالى للحديث عن أمور خمسة: أولها الحديث عن الاستدلال لهذا المقصد في الصيام، ثانيها الحديث عن معنى هذا المقصد وهو التقوى، ثالثها الحديث عن كونها مطلبا شرعيا، رابعها الحديث عن ثمراتها، خامسها الحديث عن علاقة الصيام بالتقوى، ونرجئ لمجلس الغد الحديث عن سبل تحقيق التقوى بالصيام والمسالك التي ربط الإسلام فيها الصيام بأمور توصل العباد إلى تقوى الله جل وعلا. فنقول بعون الله سبحانه وتعالى سائلين إياه التوفيق والسداد: الاستدلال لهذا المقصد في التقوى يأتي من قاعدة شرعية، وهي أننا لا نستطيع أن نزعم أن شيئا ما من مقاصد الشريعة هو مقصد لعبادة أو لحكم إلا بدليل. والدليل ها هنا صريح النص في كتاب الله كما سمعتم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا في كلام الله ليست للترجي بل هي لتحقيق الأمر. فمعنى الآية إذن: أيها العباد، يا أهل الإيمان، إنما أوجبت عليكم الصيام كما أوجبته على الأمم السابقة قبلكم من أجل أن تحققوا التقوى، من أجل أن تكونوا بالصيام أتقياء. باختصار، الصيام طريق إلى التقوى، وثلاثون يوما في رمضان كل عام مدرسة يتخرج منها الصائمون أتقياء لله جل وعلا، يتعلمون في صيامهم في رمضان وما احتف به من العبادات والمعاني والأحكام، يتعلمون فيه معنى التقوى لله. هذه المرتبة الشريفة التي يأتي الحديث عنها. ومع ذلك فقد ختمت آيات الصيام كما سمعتم بعد ذكر أحكام الصيام وما يجب على الصائم وأعذار الصائمين من كبر وعجز ومرض ونحوه والكفارة في ذلك، ثم جاءت أحكام الاعتكاف والمفطرات، الأكل والشرب والجماع، كل ذلك ختم بقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فابتدأت آيات الصيام بالتقوى واختتمت بالتقوى، من أجل أن ندرك جليا كما سيأتي أيضا التركيز عليه علاقة الصيام بالتقوى علاقة وثيقة يا كرام. إذن هذا العنصر الأول، وهو إثبات الدليل على كون التقوى مقصدا أعظم وأكبر للصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد.
نشرع في النقطة التالية وهي بيان معنى التقوى. مجلسنا هذا يا أحبة ليس حديثا عن فضل التقوى ولا معناها ولا ثمراتها، لكن صدقوني لن يتم لنا فهم الربط بين الصيام والتقوى إلا إذا عرجنا على هذه النقاط. الحديث عن التقوى يطول، كيف لا، وهي مبثوثة في كتاب الله في آيات عديدة جدا وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو أردنا الحديث عن التقوى لاحتجنا إلى مجلس واثنين وثلاثة، بل إلى دورة بأكملها، لكنه إلماحة وشيء من الإطافة بهذا المعنى الذي يقرب لنا كيف أفهم التقوى وعلاقته بالصيام. أحتاج أن أفهم التقوى ما هي حقيقتها، ما جوهرها، ما سرها، ثم كيف ارتبطت بالصيام وما الرابط بينهما. التقوى معنى عظيم، وتقريره قد استوفاه كتاب الله الكريم على أتم الوجوه. التقوى هي معيار الكرامة والتفاضل عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لاحظ، أنا سأرسم الآن جملة من المعاني للتقوى مما جاء في الآيات القرآنية لا غير. أريد أن تفهم لما يقول ربنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي معنى يراد أن يصل إليه الصائم بصيامه؟ معنى كبير عظيم في الإسلام. وأن يريد الله منك بالصوم أن تكون تقيا لله، افهم أي معنى يريد الصيام أن يوصلك إليه. يريد الصيام أن يوصلك إلى مرتبة هي معيار الكرامة عند الله، بها تفوق من سبقك وتتقدم على من كان أكبر منك وأقدم منك. التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى إذا محلها القلب كما قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. إذن التقوى عمل قلب، ومعناها بإيجاز شديد بعيدا عن التعريفات التي ترد في كلام أهل العلم وعلى ألسنة السلف منذ القديم. يقال اتق الله بمعنى جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. كيف نجعل وقاية بيننا وبين سخط الله؟ قالوا بإتيان أوامره واجتناب نواهيه. فإذا امتثل العبد طاعة الله فقد اتقى عقاب الله. إذن من هو التقي؟ من هو التقي؟ هو الذي وقاه الله عذابه. والله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب، فمن الذي يظفر بالوقاية من عذاب الله؟ العبد المطيع لله الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. فإذا امتثل العبد طاعة الله فقد اتقى الله. التقوى درجات وليست درجة واحدة، فأعلى الأتقياء تقوى وأعظمهم منزلة أولئك الذين ارتفعوا في أداء الواجبات وتسابقوا فيها، ثم أحجموا عن الحرام ونأوا عنه وصانوا أنفسهم عن مستنقع المعاصي والخطايا والآثام. وإذا أذنب أحدهم فسرعان ما يعود إلى ربه تائبا نادما مستغفرا. هذه خلاصة معنى التقوى كما ترتبط بلفظها، أن يجعل له وقاية بينه وبين عذاب الله. جاءت عبارات الصحابة رضي الله عنهم وهم أعرف الناس بدلالات هذه المعاني التي جاء بها القرآن، نزل الوحي عليهم وهم يعيشونه ويفهمونه على أكمل الوجوه. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في تفسير التقوى: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. العبارات التي ستسمعه الآن هي تقريبية تصف للعباد ما معنى التقوى وما طريقها. قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يعني القرآن، والاستعداد ليوم الرحيل. من فعل هذا فقد أصاب التقوى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يقول رضي الله عنه: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. من فعل هذا فقد حقق التقوى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه: ما التقوى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أسلكت واديا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا تصنع؟ قال: أشمر عن ثيابي وأحترز. قال أبي: فتلك هي التقوى، كأنك تمشي على أرض فيها شوك، فإنك ترفع ثيابك وتحترز في وضع خطواتك ألا تقع قدمك على شوكة فتؤذيك،
كذلك هي طريقنا في الحياة. ما الشوك فيها؟ المعاصي والذنوب. فإذا أردت أن تحترز وتخاف أن يقع قدمك وخطوتك على شوكة، ماذا تصنع؟ تنتبه قبل أن توقع خطوتك وتتأكد أن البقعة خالية، فتضع خطوتك فيها مطمئنا واثقا. هكذا العبد التقي إذا استيقظ قلبه لن يخطو في الحياة خطوة حتى يتأكد من سلامة الموضع فيقدم. أخذ هذا المعنى ابن المعتز فأنشده قائلا: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه المعاني التي جاءت على ألسنة أهل العلم كانت تقريبا لمعنى التقوى. سيزداد معنى التقوى وضوحا في النصوص الآتية. العنصر الثالث: هذه التقوى التي ارتبطت بالصيام، هل هي خاصة في الإسلام بالصيام فقط؟ الجواب لا. مسألتنا الثالثة في مجلس الليلة الحديث عن أن التقوى مطلب شرعي عظيم. كيف هذا؟ تأمل معي، كم هي الآيات التي جاءت في القرآن تأمر بالتقوى وتحث عليها؟ آية، آيتان، ثلاث، خمس، عشرة، كثيرة. منها ما جاء بالنداء بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومنها ما جاء بالنداء بالناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كثير هو الأمر بالتقوى: واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، إلى آخره. كثيرة هي الآيات. إذن هذا ينبيك عن أن الله جل جلاله كثيرا ما ناداني وناداك، وأمرني وأمرك، وحثني وحثك وكل عبد مؤمن وكل إنسان. أمرنا الله في كتابه كثيرا بالتقوى، يقول: يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. فهو نداء لي ولك ولكل عبد. يأمرنا الله أن نتقيه وينادينا للدخول في التقوى. هذا كثير في القرآن. لكن المؤسف كلما سمعنا آية فيها الأمر بالتقوى والنداء إلى الدخول في التقوى والشعور بأننا يراد أن نكون أتقياء، تنصرف أذهاننا أن هذا معنى خاص بالصالحين في الأمة وبالزهاد والعباد والعلماء، وأن هذه مرتبة انتهى منها الصحابة والتابعون والصالحون من السلف الأوائل، وأنه لا حظ لنا، أغلق بابها وانتهى، وأننا مساكين وجينا في آخر الزمان، ذنوبنا كثيرة ومشاكلنا كثيرة والشهوات كثيرة ومعاصينا كثيرة وحظنا من الطاعة قليل. أخرجنا أنفسنا، والله عز وجل خاطب الأمة إلى يوم القيامة. يأتي في الإسلام أوقات وعبادات تحمل العباد إلى الدخول في التقوى، ومنها الصيام. فإذا جاء الصوم في رمضان، اعلم رعاك الله أن الله يناديني ويناديك ويأمرني ويأمرك للدخول في عبادة الصيام، فنتعلم معنى التقوى، فنخرج من صيامنا أتقياء. هذا أمر أول في كون التقوى مطلبا شرعيا. الأمر الثاني: حث نبينا صلى الله عليه وسلم وتكراره كثيرا كثيرا لأمر التقوى في كلامه وخطبه. خطبة الحاجة التي كان يستفتح بها الخطب والمجالس، فإنه كان يصدرها عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات الثلاث. ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بالله عليكم، من فراغ يكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات الثلاث في مفتتح كلامه وخطبه؟ لا والله، لكنه تأكيد على هذا المعنى وتكرار دائم مستمر يوقظ في القلوب المسلمة ما معنى التقوى. فإذا سمعت خطيب الجمعة إذا صعد المنبر فصدر خطبته بالأمر بالتقوى، أرجوك لا تجعلها كلمة عابرة على أذنك، لا والله، هي وصية كانت على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكثر من إسماعها أصحابه، فنحن نقتفي أثره.
بل هي وصية الله لنا وللأمم من قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذا إذن اجعله نصب عينيك، أننا في الصيام نتجه إلى أمر عظيم أكثر الله عز وجل من ذكره في كتابه وأمر عباده، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ذكره وحث المسلمين عليه. هذه قضية كبرى، ارتباط الصيام بالتقوى ليس شيئا يسيرا. أمر ثالث في كون التقوى مطلبا شرعيا، ارتباط التقوى بالعبادات الكبرى في الإسلام، هذا الصيام. قال الله لعلكم تتقون، وذاك الحج وهو أيضا ركن. الحج عبادة عظيمة فيها مناسك يشتمل على أيام، أزمان متعددة، أماكن متعددة، الحرم، المسعى، الطواف، عرفة، مزدلفة، منى، الرمي، الحلق، المبيت، الذبح، أعمال هي طريق لتحقيق التقوى. في ختام الحج لما ينتهي يقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. في الحج يقول الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في الحج، في الهدي، في الأضاحي يقول الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن افهم جيدا، الإسلام يربطنا في العبادات الكبرى العظام، يربطنا بماذا؟ بتقوى الله جل وعلا. مؤسف بعد هذا كله أن تكون هذه القضية الكبرى في الشريعة هي الأصغر في اهتماماتنا في أداء العبادة. بقدر هذا الحجم الذي اتجهت إليه النصوص في ربط هذه العبادات بهذه المرتبة العظيمة، أن تكون أقلها اهتماما في حياتنا، فإذا حججنا لم نلتفت كثيرا إلى التقوى، وإذا صمنا أيضا لم نعتني كثيرا بهذا المعنى الذي ارتبط في الصيام كما سيأتي تفصيله بعد قليل. هذا إذن حديث في العنصر الثالث، وهو كون التقوى مطلبا شرعيا، أكثر النصوص القرآنية فيه، السنة النبوية، وارتباطه بالعبادات الكبرى في الإسلام. قبل أن أدخل في العنصر الرابع، هنا أؤكد فأقول: إذا فهمنا ارتباط الصيام بالتقوى فالمفترض أن كل يوم نصومه من رمضان يعطينا جرعة في التقوى، وأنني بعد صوم يومين وثلاثة من رمضان أكون في التقوى أحسن مني حالا قبل ثلاثة أيام، وأنه كلما صام العبد أكثر المفترض أن يكون حظه من التقوى أكثر. فإذا انتهت 30 يوما أفترض أنني وإياك بعد رمضان قد تربعنا على عرش التقوى وتعلمنا كثيرا من معاني التقوى، ولا تسألني لما، لأننا صمنا. والله يقول لعلكم تتقون. هكذا يجب أن نفهم الصيام، وحديثنا مجلس الليلة وغدا يدور حول هذا المعنى، وأرجوكم أنبغي الاعتناء به لأنه المقصد الأكبر في الصيام، وهو الحظ العظيم من عبادة الصيام فيما يتعلق بالباطن والجوهر والقلب، تحقيق التقوى في صيامنا. أنتقل للعنصر الرابع، وهو الحديث عن بعض ثمرات التقوى، أيضا ليس خوضا في توسع لأمر جانبي، لكن إذا فهمت ثمرات التقوى عرفت أي جلالة لمنزلة الصيام يربطنا بها الإسلام. لما يربطنا الإسلام في الصيام بالتقوى صدقني هو رفع لدرجات علا ووصول إلى مراتب شريفة. سأختصر الكلام اختصارا لأنه كثير جدا أيضا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر ثمرات التقوى، فضائلها، بركتها على العبد، ما يجنيه العبد بتحصيل التقوى في حياته، هو كثير في كتاب الله، سأسرد بعضها تباعا. أعظم ما يناله الأتقياء بتقواهم لله تحصيل ولاية الله جل وعلا. تريد أن تكون وليا من أولياء الله؟ تظن هذا الباب أغلق؟ تظن أن أولياء الله انتهوا؟ تظن أن زماننا هذا ليس فيه إلا آحاد معدودون؟ والله بوسعك أن تكون أحد أولياء الله في هذه الحياة. ربك ماذا يقول؟ يقول سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما تحتاج إلى شيء آخر، إيمانك الذي في جوفك
وطاعتك وتقواك لله والله لتوصلنك إلى ولاية الله. تدري عبد الله ما معنى أن تكون وليا لله؟ يعني أن تكون في الدرجة الثانية بعد الأنبياء، ولولا الوحي لكنت نبيا. أن تصل إلى ولاية الله أن يتولاك الله عبد الله. فإذا تولاك الله بالله ماذا يبقى من همك في الحياة؟ ماذا تخاف على شأنك؟ ما الذي ترجوه بعد ذلك؟ ما الذي يبقى لك من غرض في الحياة إذا تولاك الله؟ إذا تولاك الله فأوكلت أمرك إليه كفاك أمرك ويسر شأنك ووسع رزقك وآتاك ما تريد فضلا عما يدخر لك في الآخرة. هذه الولاية تنال بالتقوى. عرفت إذن الصيام الذي يقودنا إلى التقوى يوصلنا إلى ماذا؟ يوصلنا إلى شيء عظيم اسمه ولاية الله. كم نقرأ في أخبار الصالحين والزهاد والعباد والعلماء الذين رزقوا صلاحا ويضرب بهم المثل في تقواهم، فتسمع من أخبارهم كان هذا مجاب الدعوة، وكان هذا مضيء الوجه، وكان هذا عظيم البركة، وكان كذا وكذا. تسمع وتقرأ في أخبارهم ما تتسلى به وتفرح به، لكنك تستبعد كثيرا ما أن تكون يوما أنت صاحب هذه المعاني. بوسعك أن تكون كذلك. أما طريق التقوى فأحد مسالكها التي توصل إليها عبادة الصيام. هذه ثمرة من ثمرات التقوى. الثمرة الأخرى الأمان والسعادة والبشارة. من حصل التقوى أمن. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشرك الله في دنياك، لا تسألني كيف تحصل لك البشارة، برؤية تراها في المنام تحصل لك البشارة، بأمور توسع لك في الحياة تحصل لك البشارة، بتفريج الكروبات تحصل لك البشارة، بتحقيق المراد أيا كان بابها. أما الآخرة فتلك التي ذكرها الله في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه إذن واحدة من ثمرات التقوى. كلما قلت لك ثمرة اربطها بالصيام وكأنك تقول: يا رب أهذا الذي سأجده بالصيام؟ ثق تماما هو ذاك، لأن الصيام يقود إلى التقوى. الثمرة الثالثة أن الله عز وجل يعطي عبده بالتقوى نورا، نور الفرقان، يفرق فيه بين الحق والباطل، يستبين به الصواب من الخطأ، الهدى من الضلال، الخير من الشر. نحن في زمن كثرت فيه الشبهات وتخطفت قلوبنا كثير من الأمور التي لا تدري أين الحق فيها. كثرت الفتن وعظمت واشتدت وتتابعت، أصبح أحدنا أخوف ما يخاف على قلبه وإيمانه. تريد نورا يقذف في قلبك ترزق به البصيرة في الدين، دونك التقوى عبد الله. ماذا يقول الله؟ يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما الفرقان؟ ما الفرقان؟ يجعل لكم فرقانا. ما الفرقان؟ هو هذا الذي يفرق لك بين الحق والباطل. ضم هذه الآية إلى آية الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. نور من الله يرزقه من؟ الأتقياء. من الأتقياء؟ من يكون صائما في رمضان ويحصل بصيامه معنى التقوى سيكون واحدا من هؤلاء. الحديث عن نور ترزق فيه السداد والصواب والهداية والوقاية، هذه من ثمرات التقوى. رابعا، هنا أربع ثمرات جاءت في سياق واحد، ثلاثة منها دنيوية وواحدة أخروية. في سورة الطلاق على التوالي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه واحدة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الثانية، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هذه الثالثة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا شرط علق الله عز وجل عليه الثواب الموعود. حقق الشرط يحقق لك الله ما وعد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا من ماذا؟ من كل مضائق الحياة.
فتنة أحاطت بك، هم أقلقك، دين أرقك، مرض كثر بلاؤه بك أو بأهل بيتك، مصيبة نزلت بساحتك. كلا والله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا تسأل كيف، يفتح الله لك بابا من فوق سبع سماوات، وتفرج عنك الكروبات، وتزول عنك المهمات، وتعيش عبدا تجد الفرج من الله لأنك صاحب تقوى لله. الثانية، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيك رزقك ويوسع لك بابه، ولن تضيق بك الدنيا وأنت صاحب تقوى لله. الثالثة، يجعل له من أمره يسرا، فييسر لك العسير، وتفتح لك الأبواب، وتذلل لك الصعاب. أما الرابعة الأخروية، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقد جاءت أيضا في قوله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فتكفير السيئات ومغفرة الذنوب من ثمرات التقوى. إذن المخارج والفرج وسعة الرزق وتيسير العسير وتكفير السيئات وتعظيم الأجور، هذه من ثمرات التقوى. أيضا من ثمرات التقوى، وأختم بها في هذا العنصر لأنها كما قلت هي محاولة فقط لإشارة إلى طرف يسير. يا كرام، تحدثنا عن ثمرات التقوى في الدنيا، بشارة وتكفير سيئات ونور فرقان وسعة رزق وتيسير العسير وتفتيح الأبواب وتفريج الكروبات. ما أعظم موقف يشتد فيه الكرب يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، ذاك اليوم يوم الحشر، ينتظر العباد إذن الله عز وجل للفصل بينهم والقضاء، فيفزعون يبحثون عن الشفاعة. كرب عظيم سماه الله يوم الفزع الأكبر. ذاك الموقف العظيم بكربته هو أيضا محنة من محن العباد، وأعظم ما فيه من المحن عبور الصراط. الصراط المنصوب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف. يتفاوت العباد في عبور الصراط يوم القيامة، ولا نجاة لأحد، كلنا سيعبر على الصراط. قال الله سبحانه وتعالى، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. ما في أحد يسلم، كلنا سيرد، كلنا سيعبر الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا فقط، ونذر الظالمين فيها جثيا. أشد ساعات الكرب يوم القيامة أيضا النجاة فيها معولة على التقوى. عبد الله، رصيدك من التقوى في هذه الحياة هو زادك هناك للعبور على الصراط، هو الذي ينجيك هناك بقدر ما تجمع من التقوى. كيف تجمعها؟ دونك الصيام، دونك الحج، دونك الطاعات والقربات التي تقربك إلى الله. زد رصيدك عبد الله من التقوى بقدر ما تستطيع في الحياة، طالما بقي لك فيها نفس، طالما ما زلت مستمتعا بأيامك ولياليك، اجمع من التقوى ما ترجو أن يكون منجاة لك يوم القيامة. اربط كل ما قيل ها هنا في ثمرات التقوى بالصيام، لأن الصيام طريق إلى التقوى. هل أدركت الآن أي شيء عظيم يفوت علينا لما يغيب عنا تحقيق التقوى في الصيام، لما نقتصر في صيامنا على إمساك الطعام والشراب والجماع، ثم نحن نكثر من الوقوع فيما يخرم التقوى ونفقدها يوما بعد يوم؟ والله خسارة، وشيء عظيم يفوتنا إذا اقتصرنا في الصيام على الهيئة الظاهرة المجردة وفرطنا في تحقيق التقوى في صيامنا. وبمقابل ذلك، فإن الفوز العظيم والنجاة الكبرى وما يحوزه العبد في صيامه من تحصيل مع التقوى، والله فوز كبير. ما ذكرته في المجلس هو بعض ثمرات التقوى، ولأنه ليس مجلسا مختصا به لن نفيض فيه، فلا يسع المجال. ننتقل للعنصر الخامس، وهو آخر عناصر مجلس اليوم، علاقة الصيام بالتقوى. الصيام وعرفتموه، والتقوى وذكرنا معناها وكونها مطلبا شرعيا، وذكرنا أيضا بعضا من ثمراتها وفضائلها. الآن فهمت ما هي التقوى وفهمت ما هو الصيام، السؤال ما علاقة الصيام بالتقوى؟
والسؤال الثاني الذي سيكون جوابه في مجلس الغد إن شاء الله، كيف يكون الصيام طريقا إلى التقوى؟ كيف أصل بصيامي، كيف أحقق التقوى؟ هذا سنجعله في مجلس الغد إن شاء الله. لكن مجلس اليوم، ما علاقة الصيام بالتقوى؟ أيضا سأوضح لك في عناصر 6 أو 7. أولها معاني التقوى سامية ومراتبها شريفة، وحق الصيام أن يوصل إليها. أما قال ربنا سبحانه لعلكم تتقون، وهو الحكيم جل جلاله، وهو الذي شرع لعباده هذه العبادة لتوصل إلى ذلك المعنى الكبير، وقد قال سبحانه لعلكم تتقون. إذن أنا ابتداء سأسلم يقينا جازما بأن الله عز وجل جعل الصيام طريقا لتحقيق التقوى. وبعبارة أخرى دعني أقول، من أراد الوصول إلى التقوى ومن بحث منها من العباد، من بحث عن التقوى من العباد ليصل إلى التقوى وليحققها، فليأتي إليها من أبوابها وليسلك مسالكها. وأحد أبوابها الصيام، أحد أبواب التقوى في الحياة وطرقها التي توصل إليها الصيام، والإكثار منه فإنه طريق إلى التقوى. الصيام عندما يحمل معانيه، عندما يحمل أسراره، عندما يعتنى فيه بتحقيق مقاصده سيوصلنا إلى التقوى ولا بد. النقطة الثانية في علاقة الصيام بالتقوى، ليس الصيام في الإسلام اختبارا لشدة تحمل الجوع والعطش، صح؟ يعني هل الغرض من الصيام اختبار العباد أيهم أشد تحملا في الجوع والعطش؟ لا. هل الصيام في الإسلام تعذيب للعباد بتجويعهم وتعطيشهم؟ يعني هل أراد الله أن يعذب عباده بالصوم في النهار أيام رمضان، وقد يكون أيام صيف وقد تكون ساعات كثيرة، هل أراد الله تعذيب العباد؟ لا والله، الله عز وجل غني عن العباد وعبادتهم، وقد قال سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. وقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فربنا سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن عبادة العباد، لا تنفعه الطاعة سبحانه ولا تضره المعصية، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ربك سبحانه لا تعنيه عبادة العباد، فالسؤال فلماذا شرع الصيام؟ ما الذي أراد سبحانه؟ إذا ما أراد تعذيبنا ولا أراد تجويعنا ولا أراد اختبار شدة العباد وتحملهم للجوع والعطش، وإلا لو كان كذلك فإن الجمل مثلا أشد تحملا من الإنس، أشد تحملا من بني آدم، ويصبر الأيام وليس الساعات، ويصوم عن الطعام والشراب ما لا يقوى عليه الناس. طيب الجمل يمسك عن الطعام والشراب، فهل يتحقق فيه معنى الصيام؟ ليش لا؟ يعني ما نقول صام الجمل هذا يوم ويومين، جمل طيب صام أمسك عن الطعام والشراب، أنا أعرف أنه غير مكلف ولا أقول، لكن لو أن جملا ما أكل ولا شرب يوما ويومين وثلاثة أو من العصر المغرب، هل ستقول سبحان الله صام الجمل ويتحقق فيه معنى الصيام؟ ما يتحقق، لأنه وإن أدى الهيئة الظاهرة، أو دعني أقول إن وقعت منه الهيئة الظاهرة للصيام، لكن ليس فيه حقيقة الصيام، صح؟ إذن حقيقة الصيام ليست موجودة في الجمال. ممكن سنقول إذن بعض العباد عندما يقتصر على الهيئة الظاهرة يصبح كالجمال، يصوم ولا يتحقق فيه معنى الصيام. حقيقة الصيام إذن شيء مركب من هيئة ظاهرة ومن معنى باطن يقوم بالقلب، هذا المعنى الذي أكدنا عليه في مجلس البارحة، وهكذا كل العبادات في الإسلام. إذن طالما لم يكن الصيام اختبار جوع وعطش ولا تعذيبا للعباد، إنما هو لحكمة أعظم، ما هي؟ لعلكم تتقون. فشرع الله لعباده الصيام ليحققوا التقوى لله جل جلاله بعبادة الصيام.
النقطة الثالثة في علاقة الصيام بالتقوى، نحن يا بني آدم نتركب من عنصرين، بدن وروح. البدن مخلوق من الطين من الأرض، والروح نفخة إلهية. طيب، إذن فينا يا بني آدم عنصران، أحدهما أرضي والثاني سماوي. الأرضي هو البدن، هذا الجسد، هذا طين، هذا عنصر أرضي. والعنصر السماوي فينا هو نفخة الروح. تأمل، بقدر ما ينزل العبد وينحط في درجاته يلتصق بالأرض فيكون ذميما حقيرا، وبقدر ما يترفع ويسمو نحو الملكوت الأعلى يرتقي في درجات الصلاح والولاية والتقوى. إذن الصوم يهذب باطن الإنسان كما هي سائر العبادات وأعمال القلوب. مرة أخرى، الله عز وجل لما ضرب مثلا لبني آدم عندما ينهمك في العصيان والبعد عن الله، ماذا قال الله سبحانه؟ قال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هكذا هو بني آدم، عندما يكثر العصيان ويبتعد عن طريق الله يخلد إلى الأرض، فإذا أخلد إلى الأرض انحط، وإذا انحط فقد الرقي، فقد الصعود. إذن هذان عنصران، من اعتنى بروحه وتزكية نفسه سما. الصيام يحقق هذا المعنى بمعنى ما جاء فيه من عبادات. إذن الصيام عبادة بدن وروح، فما حظ البدن من الصيام؟ مرة أخرى، نحن نتكون من بدن وروح، والصيام عبادة بدن وروح. ما حظ البدن من الصيام؟ ما حظ البدن من الصيام؟ الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، هذا حظ البدن. فما حظ الروح؟ التقوى. إذن التقوى هي عبادة القلب في الصيام، كما أن الإمساك عن الطعام والشراب والجماع هو عبادة البدن. إذن هذا تكامل. أريد أن تفهم ما علاقة الصيام بالتقوى. الصيام يتكون من جزئين، جزء يقوم به البدن، فلا تأكل ولا تشرب، لا تملأ بطنك ولا تلبي شهوة فرجك، هذا صيام بدن، صيام البدن الظاهر. أما القلب فحظه من الصيام تحقيق التقوى. إذن الصيام في هذا المعنى مشتمل على التقوى بالإشارة التي أشرت إليها. النقطة الرابعة، للقلب صيام كما للبدن صيام، فصيام البدن إمساك الطعام والشراب والجماع، صيام القلب امتلاؤه بالمعاني التي توصل إلى التقوى. أيضا القلب يصوم، يصوم عن ماذا؟ القلب يصوم عن ماذا؟ يصوم عن كل أمراضه المؤذية، يصوم عن كل عبادة تبعده عن الله، يصوم عن الرياء، يصوم عن الحسد، يصوم عن كل مرض يبعده عن ربه، يصوم عن الكبر والعجب، يصوم عن كل ما يؤذيه في دينه وعبادته. يصوم فتصوم الجوارح، فيغض البصر ويمسك السمع عن الحرام، هذا صيام قلب يا أحبة. يعني قد يكون أحدنا صائما ما أكل ولا شرب، لكنه أفطر بعينه وأفطر بلسانه وأفطر بأذنه وأفطر بقلبه. نعم، مثل هذا هو الذي جاء في الحديث وقد عرضناه البارحة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. افهم رعاك الله، ليس الصيام أن تأكل وتشرب من المغرب إلى الفجر حتى تصاب بالتخمة، فإذا صليت الفجر وأنت ممتلئ تنام كما البعير، كيس ممتلئ بالكاد يقوم للصلاة، ثم هو يقاوم نفسه عن الطعام والشراب وينتظر المغرب بفارغ الصبر ليعود للالتهام من جديد. هذا ليس هو الصوم، هو ليس تحديا، ليس سباقا في الطعام والشراب، ويؤذن المغرب فينطلق ابن آدم في أكله وشربه، فإذا أذن الفجر أمسك، ليس كذلك. الصيام تهذيب، الصيام سمو، الصيام علاج بدن وروح. التقوى في الصيام جزء أساس ومكون فيه، تركيب داخل الصيام لا ينفك عنه. النقطة الخامسة، سر الصوم في إخلاصه العبادة لله. الحديث القدسي يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها.
قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليش؟ لماذا الصوم؟ قال ترك شهوته وطعامه من أجلي. ركز معي في هذه نصف دقيقة. الصائم عندما يصوم يبتعد عن الطعام والشراب، يدخل غرفته بعد الظهر بعد العصر في الضحى والثلاجة أمامه والماء البارد أمامه، وربما دخل في شدة حر أو مشى في مشوار أو تعب وكان للغاية شديد العطش والماء أمامه، ما الذي يمنعه؟ أبدا، خوفه من الله، الثلاجة عنده والماء البارد بحوزته وليس يراه أحد إلا الله. ما الذي يمسكه عن المعصية والمخالفة؟ ما الذي يمسكه عن اتباع هواه وشهوة نفسه؟ أبدا، هو مراقبة الله. يا أخي، هذا هو حقيقة التقوى التي يربيها فينا الصيام. أما شعرت عبد الله أن التقوى في عموم الحياة هي تماما كالتي نفعلها في الصيام؟ لما تكون محتاجا للطعام والشراب وأنت صائم وتكاد تموت من الجوع والعطش وتقطع جوفك، لكنك تصابر وتكابد وتقول خلاص المغرب قريب، كلها 5 ساعات وسوف أذن المغرب، باقي ساعتين، باقي 10 دقائق. هل نفعل ذلك في حياتنا كلها؟ لما يأتي إلينا إبليس بالشهوات وبالحرام ويقودنا نحو المعاصي والآثام، هل قلنا لا أنا صائم والموعد قريب، الأجل قريب والجنة قريب، سأصبر؟ هل صمنا عن الحرام والشهوات وأهواء النفوس كما صمنا عن الطعام والشراب في رمضان؟ يا أحبة، حقيقة الصيام تربي فينا معنى التقوى. تعرف ما الفرق بيننا وبين الصالحين والأولياء والأتقياء؟ أنهم إذا خلوا جاهدوا أنفسهم وصابروا وغلبوا شيطانهم، لكن نحن مساكين ضعفاء يغلبنا الشيطان وبأسهل من السهل يوقعنا في كل ذنب ومعصية، فنظر حرام وسماع حرام وشيء من الكلام الحرام، ويخطئ أحدنا بلسانه وبعينه وبيده وبرجله. هذا الفرق. فالأولياء والصالحون الأتقياء جاهدوا أنفسهم، يعني نحن الذين نفعله في نهار رمضان هؤلاء فعلوه في حياتهم كلها. عرفت إذن ارتباط الصيام بالتقوى، أنه يربي في نفسه الصائم معنى مراقبة الله جل جلاله، وأنه لا يحتاج أن يكلمه أحد، وأنه مهما دفعه الشيطان تذكر أن المدة الاختبار الباقية في حياته قصيرة ولا تستحق أن يعصى الله فيها، ولا يليق به وهو عاقل حصيف أن ينغمس في معصية الله وربما أتاه الأجل غدا أو بعد غد فأدرك ربه عاصيا مخالفا مجاهرا بالفسق والآثام. النقطة 6 يا كرام، تعظيم الله سبحانه وتعالى هو حقيقة التقوى، وتعظيم الله أساس العبودية. في صلاتنا، في دعائنا، طوافنا، سعينا، ذكرنا لله، في كل العبادات مرتكز العبودية لله، تعظيمنا لله. بقدر ما يتحقق في عبادتنا تعظيم الله فإننا نحقق التقوى لله. الصيام يملك قدرا كبيرا من معنى تعظيم الله، فلهذا ارتبط بالتقوى. في سورة الحج قال الله سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآية وإن كانت في سياق النسك والهدي والأضاحي، وأن تعظيم شعائر الله وهو استسمان الهدي وشراء السمين، تشتري الكبش الكبير الغالي وتشتري البقرة النفيسة وتشتري الناقة الكبيرة عظيمة اللحم غالية الثمن، هذا من تعظيم شعائر الله. أقول الآية وإن كانت في سياق الهدي والأضاحي لكنها عامة في لفظها. ذلك ومن يعظم شعائر الله. ما شعائر الله؟ معالم دينه. الأذان من شعائر الله، والحج من شعائر الله، والصيام من شعائر الله. فتعظيم الصيام كيف يكون؟ كيف أعظم صيامي؟ أجب، كيف تعظم صيامك؟ أنت تصوم من الفجر إلى المغرب والثاني يصوم من الفجر إلى المغرب، لكن أحدنا عظم صيامه والآخر أهانه، كيف؟ ما الفرق؟ مع من عظم صومه ملأه طاعة، ملأه قربة. يا رجل، أنت في صومك تقدم إلى ربك طاعة، بالله عليك أي عبادة ترضى أن تقدمها لربك؟ أترضى أن تقدم لربك صوما هزيلا مخرقا مليئا بالمعاصي والآثام؟
صوم من الفجر إلى المغرب تلطخت عينك فيه بالحرام، ولسانك ولغ في الحرام، وربما أبصرت بعينك أو سمعت بأذنك أو انغمست في معاصي وآثام، ثم تقول هذا صومي يا رب، كيف هذا؟ من عظم صومه ملأ صومه طاعة، فهو من الفجر إلى المغرب يجتهد وكأنه ينظر إلى المغرب إذا أذن، وارتفع صومه لربه وقد ملأه قرآنا وطاعة وعبادة وتبكيرا إلى الصلاة والصفوف الأول وذكر لله وإحسان للفقراء وصدقة وإنفاق، يملأ صومه، هذا معظم للصيام. العبد إذا صام وملأ صومه عبادة وتعظيم هذا عظم صومه. هكذا يزرع فينا الصيام معنى التقوى لله، صدقوني المعنى كبير، والإشارة هاهنا واسعة متعددة، لكن حسبنا ما أشرنا إليه في النقاط السابقة، ومجلس الغد إن شاء الله سنشرع فيه مباشرة في كيفية الوصول إلى التقوى بالصيام وسبل تحقيقها في مجلس مستقل يكون في ليلة الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نسألك يا كريم أن تبلغنا شهر رمضان بفضل وخير وإحسان، وأن تعيننا فيه يا ربي على الصيام والقيام وصالح العمل الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان برضوانك وغفرانك وعفوك وإحسانك يا حي يا قيوم، وإذا بلغتنا فأعنا فيه على ما ترضى به عنا يا أكرم الأكرمين، واجعلنا فيه من السابقين الفائزين بمغفرتك وإحسانك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا ربي وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.